مالنكوا مسك حديد دوني دو ملاسن موج ذهيدا مسك حديد دوني دو ملاسن موج ذهيدا كلام يرتاي اي معني سي ماركي قرسونا كلام يرتاي اي معني سي ماركي قرسونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan oo aan macallimiin sharaf tale waa qaybti u dambeysay ee wixdadii shanaad ee fasalka koobaad ee dugsiga sare ee maadada juqraafiga halka inoo maraysa ayaan ka bilaabayna insha Allah ta'ala oo ahayd ad-darsul aashir darsiga tobanaad ayaa maray darsiga tobanaad wuxuu ku saabsan yahay as-sinaac sancada waa la yiraa soomaalida waa dhahna warshadana waa dhahna halkaas marka marayso macallinka darsiga sinaac marka ardada barayna أهدافتنا أن هريال يكون كلام هذا معلم كدر سكر طبعاً وأركو إنه يتم مناسب كو أرض وإنه أجادة واحترق واحترق إلا هذا هي يعني السنة هذا على بسلام الدنيا لو كلت تجي طبعاً وش ذا لو كلت وأم غلس إذا ورش ذا الدنيا هو وش ذا بلا وش ذا طبعاً كهرم مري أم غلس هذا غاله مارك معلم حاله يرهبا أدي عالم إسلامي ما بكيس أنت تستأثر والعالم الإسلامي وكنه حاجة ورشدها مركة برتين ورشدها عالم إسلامي يلي كوب بديهين حتى إنا ينطق عنا تسوى مركة دون دراسة دواء عن سمين لكن إنا أجادا حميد إلي هذا لابو هذا كل لابو إن أرض وعديه أساسيات وحياة مقومات الله جم مرناك الله لفتبرك واه إن ورشد له له صنع إن ورشد له ورشد سميسته حيو بعند هاي حيابة أو ما دون مهم إلا حيابة عيرين اللي هذا سومال قارن قيرين ودوا قانه لما له حيابة ها سومت قارنا إيو حيابة سمر كم لقى مارما حاك الله كم إذا إن تقارن تمر الهلو إن نقاله وحلا هلو إن تقارن سوق جر إن وح عصر وا وتقارنا هذا عصر مبحينه هذا محب بحينه فرصة ما شجينا معلنا وضع ما حصل عصر كذا بيقان إن لك أرض مقومات صناعة نجيب وقالوا قدم الصدق عدم حواي إن أرض وعدي أهم الصناعة في العالم الإسلامي العالم الإسلامي ورشديس أما الصناعة ديس حقول بيمس حق إيش صار أرض الناس بحث يا أخ دير كرتا ما كانت كدرته أرض قارن ودير كرتا أهم الصناعة في الصومال كل مكهر حالة ده الصومالي دولة أنت هراء جرجرت ورشدات جرجر warshadaha has magacyadood meel koobay ku yaali warba iyo waxa ay sameen jireen udur koox kale ardada kamid majmuuc u direyna oo macaan u direysa had haaliin wadanka warshadaha ku yaal ku meebsan iyo waxa ay soo saaraan iyo naga deeqeen waxyaabaha qaar ko dibadda aan ka keensaneen naga deeqeen oo taqaana isku filaaj ma gaar waxa soo kale udur ardayga mar qufqiis xogaa hablaarto hada tusaale waa si karto warshada hablo kala jirto ay u dir marka naashi qodobka farad waxa waa wixii mushkilad ah oo warshada caalam islaam haysto in ardayga oo leh dhibaatooyinka sa muslimiinta meel habla ka haysto saadarteed warshadii uma suurta gelin caqabada sa jirta warshada hortaagan hadii caqabada la xaliyo warshada la heli kara waxa soo dhin ardayga ku fahmaal rabaa arday dhisan oo ما نقول غوري تبع إن شاء الله معلو وحافظ كاتب وش كان كان حافظ متغنى صاحبه الآن ما نطور شيء صبر أو كلها منا إن شاء الله تعالى مستقبل كيس حتى أنا أصير وش تسميه أرضي إنجنير نقطة وح نقطة وسمعي مركا إن شاء الله تعالى مهم وهاي عشر كاس مركا استراتيجية بحث كاس يقص ما يصير سؤالها عن أرضي وويدي كرتا سؤالها عن قيمي وهاي أهدافته وش قيمة قيمي سؤال ويدي استراتيجية أولا كمين هذا marka warshada laga hadlayo hatta macno si ardo kuu fahmaan caalam islaamiga leh hatta caalamka guud wadamada warshada loo yaqaan sal wadar ayaa kamid wadan yaa ugu horeeyo koow aan soo kale baxti ka soo diyaariya dhe marka inta dhaxda qiimeyntana weydiin su'aal ka weydiin sanacada maxay leedahay faa'iido ahmiyad leedahay maxaa saldhigu ah محامتقان عالم إسلامي وحياه وصوصة أول يمسن معه عقبات هرتها أرد أن تسأل توصي يكون غنايا درس كوي طبعات
وحاولين التجارة جناس هاي معلم جناس أردنا فهم كلام مرينه معلمكم فهم سكرة صوت معيته جناس بفهم كلام سوق ذا ويقنا حافظها الدكان كويل الماء أنت يري هنا أديك لود رمان مركز نوع جناس مركز جناس نفس جناس يريد جناس علوس هير سلا يوحيها فهم سي كو حق بلابة تجارة ما جناس إنه أرض قيح كرت محل ولا جيدة وأرض إنه بدو عليها لا بو حالك هذا عالم إسلامي هذا موضوع كسب صناعي إن عالم إسلامي جناسي سوا هاي قيابيس حتى لو يديك كرة وحياة به لو فين جناس عوم ممسن وحلا الاستيراد إيوه إيه التصدير وهاي سو دوفين إيوه إيه دوفين محن دوفينا كبعض الصومالي إيمانه إنه وطن كيني وإيمانه إنه علينا هاي ومن محن دوفينا أرضي بحث ودرس حوالا ديكو نها هاي حوالا دوفين وضبا دوفين وحنا دخلنا السوق قالوا دقالها وطن كعالم إسلامي يقارها صومالي حوالا مش وجران متى جناس مش وجران دي هلا جناس مش وجران أرض إنك أنا أنت أصلا أرض حتى بحث عن قصص مكران حد الوطن الصومالي جناس تاجرته أو شركة تاجر أو جناس حتى شركة داس هي متى واحد دوفيس واحد كانتو ده بحث قصص مكران فائدته الله معناها قف أنا وارم كوا أرض جاب لكن حوره معلومات هلا حتى شركة تذكر أرضه أيوة جدي حان هاي سكول هبل لك صعنا فصل كاسان هاي معلنا هرب جوقة معمولة أمام قف معمولة قدرتي حاربنا يعني بلنا كل اللي وصل دقيه شركة ده حاربنا وحصوصا كده معلومات كسرونها الدنيا تذكر حق رأي ده أنا وجدين الله يوحى قرن ده صبوا قرن تد أيوة صص حصق قروريه مركب عنك هالجهة بقى بحكي الله رب عنك الأرض وعن كرمنا إن هو فسره وحيابها أسباب مع وامش لو يقان كان عس وبهين كان عس بس قصة ما اسمه كان كان عس كو أرض يوم كتر ورجع عس مها لا بد أول ميمس أرض يوم لقيا بس يا كان هديش وين لا بد سوق بدار لا بد عامله مهم بحكي الله سمعنا يا أيها جرت كان عس oo hadii la helo ganacsi la helo hadii la waayo aan la helin soo baarbe u dir xalay ardayda keenis ama mashiin dadku ardaydu khibrad leh macallinka waxa la yiraahdaa macallinow ardaygaada intaadan ku bilaabay khibradiisa hore iska ogow su'aal weydii laakiin adigu wax ma taqaanid dadka ku shuba ma jirto birimaha dooyo wax weeqaan wax weeqaan dadkiisa wax weeqaan waxba ka bartay wasaal waan tahay jirtay technology waxba ka dhageystay adiga marka ardaydan aad dug sar ah ayga ba macluumaad ko sahlanay marka laakiin in la xagaalmaba oo laga soo saaro qodobka afraad waxa waay saddexaad aan waco tijara fil caalam islaamiga la sheeg kan afraad wax mushkila haday haystaan oo ganacsi caalam islaam haysto in la aydan la weydiin qodobka intaas markaan dhahno waa taqwiimayn 10 marka intaas istaraatiijiga macaan waxa kala sameyn karna istaraatiijiga marka ganacsiga inta u dirto ما أبغى أدنك وده ماذا الصغير أدنك وين جناس لوتر جانا أنا الصومالي حتى آدم ما أبغى أنت صابت وأدي كرت ما أبغى أدنك وأدي كرت وده ماذا آدم مثال هان ما أبغى أدنك وكلا أرضي ما أبغى أدنك مركز حربكت صوماليا أترى أو صوصار أي ثابتان أدنك مالان جناس لوتر آدم مال أمي مثلا كل واحد مغلان هنا ترى كي أبوش هذا arda koox koox soo istaaj qaar ha shaqeeyaan marka dambe waxa uu diri kartaa laakiin haddii misalan aan soo qabanno maab ka horteen yaal ardayda fasal dhexis nashaad oo fasal dhexis lagu sameeynaayo oo sabur la isgeynaayo soo qabo arday waxa tirahay xagee loo ganacsataa arday waxa ku dhaa misalan xogda waxaan tagnaa imaraat aan tagno haye waxa la maab kaan tag imaraat soo saar Soomaali aw waa tan ku dhaa afriqa ma tahay haye imaraat وحال هذا بس ماشي أنا فيرنا سعود عري مركو أركو أنت يموا أنت عماوا إمارة أنت درس ليه هذا ما قاعد نقول أنا لقى لكوا دير مركو سجيد سو حريري أردو حال هذا بقى أنت كجيدة أنا مركو دم إمارات واكنا أو ماشي أنت أردو كلا وحات تري إلى شينا أوه سومالي كذا إلى جينا كي وهكذا أنا على أردو نفتيز واقع هان وحي إنه استعمالكم
خريطة هرت محيط تناش معناها أرض إنه فهموها خريطة وح كلامها وتمثيل صح أقولكي قاب كيس يا وجد أقولك أول ما تلاقي كريانت أو ورقة الجو السماك كريانت هاي أو مركب أرض وفهمها مركب كبعد التقويم السماء معناه قيمين سماء قيمين وسؤال عالية وسؤالها تغاني وما تجارة حميدة هي نوعية هي مشكلة هرت عاد درس قدام بيه أيام قارنة سلسلة قارنة علمنا قيمها برا وما هي آه وحدودها مفصل كان ولها درس كلا بيت مالات وحدة دير واسو ما هي عشر كذا مرمر مع الوادي هيك كذا نفته هذا نروي ران كذا سكو فرسمة فرسمة درس كلا بيت مالات والسياح كو مرك أهداف ترى اللي هي السياح أرض قصوا مال الحلقة بس سياح إني أدو عصوت أنا ضل حس ماله أفصل ماله ضل حس ضل حس جاي قان لي هذا هذا مال ما وحاب الله هذوك فهم كران مجال مقدس iyo gobolada qaar ka meel arda ku nool yahay arda Soomaaliyeed oo meel ka soo joog dalxiis wuxuu ka maqlay ee mutaqaana marka dalxiis hadaf laga leeyahay darsiga waa in arda go tanawaca oo hayaa to kala gidsinaashada ama kala duwanaanshada meelaha loo dalxiisto caalam islaamiga inuu saabeeyo maxay u kala gidsinaada halaan dulka caalam islaamiga weyno dhig arda ku dhigara marka weydiis xaal islaamiga dul weyno heesta imilis waa kala gidsantahay marka waxa waa dulk qaab kisu wax la gudsinaa kara ku dhig kara iyo manaadir koow hadan arda weyno falaqayn kara asbaabta keentay horumarka iyo koritaanka dalxiis wadamada caalam islaam saddex arda waxa la rabaa inuu mar dalka hadana gaaro dhahayo ee qidac siyaasi ama waaxda oo loo yaqaan ee dalxiiska ahmiyad ee caalam islaam leedahay in la ogaado hadda waxa ku baraarujin kartaa marka wadankan dalxiis maleeyahay حقيلة تجا خلاص أرض يا حوري ما أنا عيدها من كل قرن ما هبل أعرف ليه كلام ما هي سهلة دلحين نفسي يو أي كم نضغان كده كبعدنا قيمة عشر سؤال هو يدي سؤال إذا هدفك وش قيمة سلام حال هذا سببين واحد متقن عالم سلام متقن وكل قدسين هاي حاجة دلحين صارها هرمك كاني يو كريتان دلحين عالم سلام شيء واحترك أولي هاي متغنى واحدة دلحيس عالق قالها أولي عالم سلام الشيخ صومالي وطبق أيضا الشيخ أنت سمرك أرض وجاره حسلي هاي وحن قنا أرض جودهان عالم إسلامي فكر في عن كهست قيبة بدنا متغنى نعبر عالم كجود وحكهست ودن كيس صومالي نسجونية فكر وهاشته هل كاسمرك حن كسوق بجبيننا وحددي شناد أو فصل كفوما كجغرافي وحان رجيني إن طغانا أنك وذا فائدة السنة وحي قلدات يجي من معلمين تام ربعنا السحام وحي معلومات كده من أنا قدرتان جزاكم الله خيرا إليه هذه هذا ما سنتين معلمين شرفت له قبل قبدي بوق فوما ك حربنا أنا كوب قبل قبينا لبا دردارن أما صدح لبا كوب دردان كوب دعوي هاي معلمين شرفت له كتاب كان عوتا وحلي إذا أسئلة وحدة مرك فصل ولي دماغه وحاق أسئلة وحدة أو جبت الكاسدا أما فصل كاسدا سؤال رونا يه سؤال قصة بس أنا أكل النوع قدر كاس مرك إن أدلوا برارو أو معلمين تو أي كفى إيريستان أقدر دار منا مد كلوات حامر مرك أركيسا عشر أسئلة دوايرية هاي لكن او اما بو كان وايري هي عشر كان وايري هي شقاده ku dhex dirta hadii si fiican loo qabto ma yaraanay marka waxa dhici karto shaqooyin badan oo hal su'aal aan maash ku qoran inay u baahan tahay waqti badan oo macallin rabo inuu ardada u diro fasal dhexis shaqal uu qabto oo mutqaana qaab oo koox koox loo sameeyo mar mar baxti la diro marka waxa la rabaa macallinku in waxyaabaha xog saaro oo aysan ala fudaysan wal rabaa adinka ma hasan qodob u dambeeyay oo dardaar ka runtii muhiim ku xayay kitaab kasto oo kamida kutub manhajkan cusub waxa ku jira nashaad uu hoos koreeyo darsi loo nashaad wata aamidan laba wata mid ka badan laakiin nashaad waxa ku hoos qoran in waxa ka arki doonta insha Allah na taamul an nas wa shakl wa nastantij thumma nujib حاس كده أنا أقرأ إن شاء الله قاب كانوا قرمه السا
waxaa ku qoran meel kasta nashaad. نشاط لمرة وطا واحد أو كله اثنين أو كله عقوس ولا مركة جملة أما عبارة مهمة نتأمل النص نتأمل النص والشكل ونستنتج ثم نجيب أيبت الحل هذا هاي عبارة داس نتأمل النص والشكل ونستنتج ثم نجيب ماشي أسمعنا هذا حوي هاي معلمك ومرك وعشر كعوان قرا هوش يكون بلاغ كهر إن أرضي أي وحفيريان نص كماش بيال دو صور لسعه كبعد حط فرصة للسيو وحي رأي أخريان كبعدنا معناها سوق سعد معناها نص كلا فيري يصور هذا كجرة كبعدنا حلقة الصوب معنا رقاضة كاس إن شاء الله هو برا رجينا ما نحن فومن كلي إلا فوم فور يا كجرا لكن ما دام فومن كاد أن قبل قبل إنه حان كود معلمين إن كبرا رجع قريب هذا مرة كهيل دون إن شاء الله تعالى مركا معنا وين كفر ليها أي كفر ليها عبارة لاس سوى طب الصوم على هم فير نتأمل ونفكر وإن أبدا فكر وحن لفيري وحماش قرن كبعدنا هذا صورتها هذا عم جان توصل حلو يقان لفيري قرار ديت لفيري كبعدنا وحاس وحلق الصبح استنتاجوا محي إن وحي كجرا فكر أرد نفط الله درة أرد نفط أخي اللي كوه كوه هذا معلق على ربع محد تفهم تدرس يعني محدكو أرك تانا متقان أيضا نفط حلا يعني هدف تحت الصبح يعني والشغل كقفتان مرك ماشى سنشات كاس لسعة درو درس وليبة أما عشر وليبة معلم حالها معلم أنت شرفت له إن تكبر ركتان أهرنتي قال له قف إيشتو أيضا نقول درس مرور الكرام إن لقوم مرينا شقادس أهرنت عن عبارة إت الماما إيشتو حل إسكسا كبعدنا كي كلام حد هني مرك كاس لقى الشقي وواحد شقادنا لقفته درس وليبة حكونا ماذا أسئلة الوحد أهرنتي أول وحال أركج المقررات أنا أهدافنا كقرنين، نشاطنا كقرنين، تقويمنا كقرنين، أسئلة واحدة جوني على جاي أقاركود إن قال تقويم كك كانوا وعكرتي، لكن هذا كتاب كانوا أما مقرر كانوا سيد بدن وح معلم كفى إيديا حتى قيب كتاب معلم كعمل وش قيناه يكتب تلميذ كل حجرة كتاب وكتاب تلميذ وكتاب أرضي لكن جدات أقشيت وها معلم كعاونه كتابه معلم حقا وحول صوق جاب عمله كجرة حلو براري وأنا لقى فايدسته هذه هذا هو ما سنتين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله.